بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. طبعا بالنسبة للفيديو اللي أنا عرضته امبارح كان عن موضوع التحليل للبروسيلا أو ضد مرض البروسيلا، ففي أحد الأصدقاء تواصل معايا أو بيعلق كده على الفيديو بيقول لنا ليه بحلل لكل حيوان. اولا البروسيلا كمرض زي ما قلت لحضرتك مش بس هي تعدي الانسان فقط، يعني مش، ودي طبعا حاجه مش سهله يعني ولا بسيطه، لان احنا في الاول وفي الاخر يهمنا جدا الحياه الانسان سواء كان منتج لبن او منتج لحمه، ففي المقام الاول حياه الانسان رقم واحد. كل اللي احنا بنعمل ده كله ان احنا نطلع حاجة نظيفة، ما نجيبش مرض طبعا سواء لصاحب الحالة او لاي حد تاني هيستلم او هياخد منك لحمة او لبن. فغير ان هي بتنتقل طبعا عن طريق اللبن او عن طريق الافرازات لو في حالات الولادة وحضرتك ايدك مجروحة او فيها اي خدوش ممكن البروسيلا تدخل عن طريق اليد، وفي دراسات بتقولك ان البروسيلا ممكن تدخل عن طريق حدقة العين. يعني تخيل لو نقطة جات على عينيك كده وانت بتولد والحيوان ده فيه بروسيلا، الافرازات الرحمية دي كلها مصدر العدوى. يبقى انا عندي اللبن مصدر عدوى، وعندي الافرازات الرحمية دي مصدر عدوى، وعندي التعامل طبعا مع الجبن اللي هي مش مطبوخة كويس او الزبادي اللي مش مطبوخ كويس، ممكن يعني تلاقي ناس ما عندهاش حيوانات خالص وجاتها بروسيلا. طب جات منين؟ كل جبنة طبعا مش متعاملة معاملة حرارية كويسة فنقلت ليها البروسيلا، او لحمة مش مطهية كويس او ما تعملتش معاملة حرارية كويسة برضو ممكن تعمل لها مشاكل في الانسان. البروسيلا بتعمل ايه في الحيوان؟ زي ما قلنا ان هي بتسبب طبعا اجهاض، يخلي الحيوان ينزل الجنين بتاعه يفقد العشار في الشهر السابع، يعني كده دمر المزرعة. ان انت طبعا مستني تعب سنة كاملة الحيوان ده عبال ما عشر وتسع شهور حمل واكل وشرب وتعب، ومستني انت طبعا الجنين، طبعا راس مال المزرعه في الجنين ديت اللي هيتولد وهيبقى مولود او هيبقى طبعا دي يعتبر راس مال المزرعه. فبتعمل اجهاض او بتسقط او بترمي في او بتطرح، كل بلد ولها اسم زي ما قلنا. فطبعا ده خساره كبيره اقتصاديه للمزرعه ان هي يفقد الجنين بتاعها. الحاجة التانية البروسيلا من أخطر الأمراض اللي بتعمل حاجة اسمها الريبيت بريدر، أو إن هي الحيوان ما يمسكش بسرعة، يعني الحيوان تفضل تنطط عليه مرة واتنين وعشرة وعشرين وما يحصلش إخصاب بسبب الزفت البروسيلا دي. يبقى برضو بتعمل لي خسارة اقتصادية إن أنا بأكل حيوان بدون ما يجيب لي إنتاج، لأن الحيوان أنا المفروض بعد 40 يوم يبدا الحيوان يفكر في الانتاج، لان انا مش افضل اكل في الحيوان. طب انا ربي اجيب اكل لحم وربي افضل بقى طالما الحيوان هيفضل. بالنسبه طبعا للناس اللي هي ما عندهاش ارض كنت انا بنصحها وبقول له اللي ما عندوش ارض ما يربيش في الزمن اللي احنا فيه. طبعا زي ما قلت الفدان ايجاره 30,000 جنيه، فالبقره تكسب ايه يعني، فيجيب له شويه غنم على قده كده، واحد مدرس مثلا 10 خرفان 7 خرفان على قد ما ربنا يقدره، يربيهم فوق البيت كده، يتسلم معاهم شويه غله، يجيب له شويه حشيش من عند اي حد والامور تمشي معاه وربنا ياكله فيه عيش يعني ان شاء الله يعني. انما الحيوانات او البقر ديت اقل حاجه نص فدان، اقل حاجه البقره ما يكفيهاش نص فدان برسيم في السنه، ده برسيم بس. ده انت المفروض ان البقره الحلاب بتاخد علفه الصبح وتاخد علفه اخر النهار، ده المفروض ان البقره الحلاب علفتين في اليوم، المفروض علفتين في اليوم، علفه الصبح وعلفه بالليل. فنص فدان ايجاره 15,000. فالبقرة مثلا لو هي عشرت ولدت، الناس اللي متابعة عندنا هنا زمان كان يعني يبقى ابنها
ويصرف منه ويدي الايجار، وكان بس الايجار كان 4000 3000، ف 2000 جنيه مثلا نص فدان. فانما دي طبعا انت الايجار 15000، فانت لو ابن الله لا قدر نزلت ابنه او رمت البقره، او حتى البقره ماتت، ربنا يخلف على الناس كلها، هتلاقي الامور معاها مش متظبطه. لكن لاند ارض الى حد ما يعني هي بعينها تحسبها كده، تحسبها كده كانه مؤجر الارض للناس، لكن الى حد ما ما بيحسش قوي بالتربيه زي اللي ما عندوش ارض يعني. فده كان الغرض من كلمتي، اللي ما عندوش ارض ما يربيش. اتمنى طبعا الخير كله للناس باذن الله. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتكلمكم عن الفول الصويا، لان في ناس بتقول انا احط حب في العلف. طبعا ما ينفعش الحب يتحط في العلف، في مشاكل بتحصل. الفيديو اللي جاي هوضح لكم باذن الله ايه المشاكل اللي بتحصل من الصويا كحب لو اتحط في العلف، وازاي تستخدمه باذن الله في الفيديو اللي جاي. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الهند بالست شهور ما يعشرش بعد الولاده، ماليش لازمه طبعا، دي خساره اقتصاديه. زي ما قلنا كل حاجه تتحسب بالورقه والقلم، كل حاجه لازم الواحد يحسبها بالورقه والقلم، لان ده طبعا اللي احنا في الايام اللي احنا فيها دي يعني ما حدش عنده استعداد ان هو ياكل حاجه وما ياخدش من وراها ربح، يعني محدش فايض عليه. يعني انتوا شايفين الاسعار وشايفين الغلا. انا لما يكون عندي بقره بتقعد سنه، يعني اللي استغرب له اروح لواحد يقول لي ده دي لها سنه ما صرفتش. طب انت مستني ايه يعني؟ ما انت لو جبت اجل ووكلته سنه كان كسب معاك عن كده. الموضوع موضوع اقتصاد يعني، يا ريت نبدا نفكر صح ونبدا ندرس صح. طبعا ناس برضو بتقول لي يا دكتور